بالعكس. جعفر عليك قوم خليك عادت عجلة الدوري السوري في الشمال إلى الدوران. اليوم هو يوم الافتتاح في دوري عزاز التابع لمنطقة كلس، حيث يحل نادي الثورة ضيفا على نادي الراعي، وفي ملعب مدينة مارع يحل نادي الرفعة ضيفا على نادي مارع، أما في مدينة عزاز يحل نادي أخترين ضيفا على نادي عزاز. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اللاعب محمد زكور لاعب نادي الثورة. اليوم كان عندنا مباراة انتهى الشوط الاول مع نادي الراعي في افتتاح مباريات دوري عزاز. الحمد لله متقدمين 3-1، ان شاء الله بالشوط الثاني نقدم افضل ان شاء الله تيسير الله. ونشكر جميع القائمين على هذا الدوري، ان شاء الله دوري ناجح باذن الله. بارك الله فيكم. خروج رقم 3 مهند رفعت. يعطيكم العافيه، بنشكر اول شيء نادي الراعي على الاستضافه الجميله. بدايه الموسم دائما بتكون فيها صعوبه، نحن حضرنا وجهزنا كل الامور والحمد لله فريقنا ادى بشكل 75%. لسه البدايه تجمع للاعبين وشوي اللياقه تعبانه، نتمنى يكون المنافسه شريفه بالدوري وما يصير في اي مشاكل. ويعطيكم العافيه. قاعد يمرخ البور